السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزات، قناة اللي غادي نتكلموا على نجم مانشستر سيتي خارج مباراة، خارج التشكيلة اللي غادي تقابل ليفربول ومحرز المستفيد الأكبر. حنايا على بالك، حنايا هذه على بالك نهضروا بهذه، كاين شي حاجة طايحة للمحرز. محرز ماشي هو إقارة اللعابة يتبليسوا باش يلعب. محرز حنا على رانا فرحانين كيما هكا، خاطر على محرز عنده أعداء في الفريق، عنده ناس دائما وين دايرين له لي كلون في الفريق، دايرين تكتلات ضده في الفريق. على هذيك نقولوا بلي محرز المستفيد الاكبر كيكونوا لاعبين مبليسين، خاطر كي ما يكونوش لاعبين مبليسين الناس قاعد تنوض ضد رياض محرز. هذه لازم على بالك تجينا، على بالك حاجه طايحه تاع لعاب مبليسي ما غاديش يلعب كونت ليفربول، محرز المستفيد الاكثر الاكبر. لا ماشي كيما هكا، حنا هي جايه كيما هكا بصح، هي جايه في التيت في الكتبه جايه كيما هكا بصح. حنا نعترفوا بمحرز وين شنا كيفاش واحد القناه في تاع الجزائر قال لك فرصه كبيره للمحرز باش يعود للتشكيله. يا ودي محرز حاجه كبيره، محرز غير قضيه تاع تكتلات فقط، هذا ما كان ماشي قضيه تاع محرز ما يعرفش يلعب بقاره الناس تتبليسه باش يلعب. محرز ما راهش في 87 فينال تشامبيونز ليغ، لا كونت بايرن ميونخ، لا محرز بلاصتو نورمالمون بلاصتو يديروا عليها غرياج، من يخرج يكمل مي تكمل بارتي يديروا عليها غرياج، ما كاش اللي يجري في ديك البلاصه، ممنوع عام كامل بلاصته الدور. وين أكد موقع مانشستر إيفنر الإنجليزي بأنه وبشكل رسمي سيغيب اللاعب الإسباني وقائد المنتخب قائد مانشستر سيتي دافيد سيلفا عن المباراة فريقه يوم الأحد، تستاهل المقابلة في القمة البريمير ليج أمام نادي ليفربول. وأوضح الموقع الإنجليزي بأن دافيد سيلفا لن يشارك في تدريبات اليوم 48 ساعة قبل المباراة تاع الجمعة، قبل مباراة ليفربول، ما يؤكد فعلا بأن اللعاب لن يلعب المباراة بشكل رسمي. ويعاني مانشستر سيتي من الغيابات كثيرة في هذه المباراة. نقولوا بلي ماشي في هذه المباراة، في هذا الموسم. وشلنا كيفاش ساني، شلنا لابورتا، شلنا رودرو، شلنا كيفاش دافيد سيلفا، بالإضافة إلى إمكانية غياب الحارس إنديرسون الذي أصيب صاحب رابو خرج بالحمراء. وسيكون غياب دافيد سيلفا في صالح النجم الجزائري رياض محرز. خشيت شن هذا دافيد سيلفا على بكيد رياض محرز ميجي كوفرو هو يروح يتيريها. وهذه هنا وين تحس باللي تعرف شي صوالح، تعرف باللي السيطرة خارجة من اليد تاع كيسموه تاع غوارديولا. حنا في ديك الجهه نعرفوا بلي رياض محرز هو اللي تيريها، تولاو يروحوا يحجدوا محرز وما يتيروا البالون وما يتيروها. وين شناها لازم تشوف كلش في البارتيه، تشوف بلي هما ما يخلوش يمركي، ما يخلوش هو يدير الكوفرو. شنا شعم خطر هذا دافيد سيلفا وين لا يروح هو يدير الكوفرو. هذا الهودي هذا هو اللي ولا يروح يدير الكوفرو، ما يخليش ودي فوا ما يلعبش مع رياض محرز. هاك يشوف رياض محرز ما يعطيهالوش، يعطيهالو في وقت الشده، يعطيهالو في وقت وين رياض محرز ما يحتاجش الكره في ذاك الوقت. يبينوا حنا ما نقولوش بلي هادو ما يعرفوش يلعبوا، لا ماشي ما يعرفوش يلعبوا، خبثاء في اللعب. وين متهمين على رياض محرز يعطوها له، يعطوا البوله، مين يعطوها له يمدوا له البوله على بالك، يمدوها له في وقت محرج. وين رياض محرز ما ينجم يدير روتين لاصحابه، ما ينجم يلعب كونتر اتاك مع اصحابه، اللي كونتر مع اصحابه نقول لك شنو يدير، يهرس الهجمه يعاود يولي. المهم هو يحتفظ بالكره، يعاود يرد البالون للوسط ولا يعاود يرد لار ديفونس ويعاودوا يبنوا الهجمه. هما اذكياء يعرفوا كيفاش يطيحوا رياض محرز باش يبينوا للجمهور باللي رياض محرز هو اللي راه يقتل الهجمه يعاود يرد البوله للراولي. هذه باش تفهموها، مشي تتفرج ويتفرج، ما لازم ما يكونش صار لك كيما ذاك غياكل ما يستبن ما والو.
لازم تبع بارتيه، بارتيه كي نتبعها مليح لازم نعرف هذيك بارتيه، علاش رياض محرز ما باش، وعلاش رياض محرز رد البال والرول، علاش بزاف صوالح فيها، بزاف صوالح بزاف، ما جابش كاين الامكانيات. وسيكون غياب دافيد سيلفا في صالح النجم الجزائري رياض محرز، حيث من الممكن ان يمنحه المدرب الاسباني بيب غوارديولا فرصه للمشاركه كاساسي في المباراه، مع وضع زميله في الفريق برناردو سيلفا في المركز، دافيد سيلفا الذي سيغيب عن المباراة ليفربول يوم الأحد المقبل، كما أكد الموقع القريب من إدارة السيتي. يا هذا لعبك غادي يلعب أخوك يسموه دافيد سيلفا في بلاصة برناردو سيلفا، كي غادي وين سيلفا كي غادي يغيب، غادي يلعب هذاك تاع البرتغال، سيلفا تاع البرتغال هو اللي غادي يلعب، هذا كي غادي يلعب، هذا كي يلعب مع رياض محرز، هذا كي يقدم رياض محرز يعطي يلعب نورمال مع رياض محرز، خاطر هذاك قادر يلعب يعاود يولي يلعب في الميليو. هذاك النظاري كان يديره خلق النهار اللي كيسموه غوارديولا العام اللي فات من التبليسه الجزائر، يا ربي كان يلعب بلاصتها راح لي من راسي، قاع فرحنا قلنا صايك رياض محرز غادي يلعب في ذاك المكان تاعو صايك. غوارديولا مي كانوا دايرين تكتل ضد رياض محرز، غوارديولا خلق لسيلفا ذاك البوست، قال عاقلين نقارو تصنا سيلفا ومحرز قاعد رو بلاصو، ونعرفوا بلي سيلفا يلعب ميليو تيرا، يلعب صانع العاب، يلعب خط وسط وسط ميدان هجومي، تصناه في بلاصة رياض محرز في البوست تاع رياض محرز. فما قلنا نهضروا نقولوا يا ودي هادو راهم دايرين تكتلات على رياض محرز، راهم دايرين من الناس ما امنتش، الناس تامر تامر قدو ناضو صابوا الناس بكرت وراحت. الذي حنايا نتمناو ان شاء الله صورتو نهار الحد، شو نهار الحد باغي رياض محرز يلعب ويربح، خاطر عليه البالون دور تاع افريكا راه يدور في ديك البارتيه، بالون دور راه يدور، هذه بالون دور راه يدور في البارتيه هذيك، لازم رياض محرز يربحها. اي ماتش نيل ولا ويلعب يا ودي غير يلعب مليح، يلعب سنا صعيبه على على حساب ماني نشوف مانشستر سيتي صعيبه عليها بزاف صوالح، خاطر عليها ما عندها لي بليسي، راه ما عندها وما جابش، جاب جوار بلا جوج، ما جاب جوار وقيله ما زاد جاب، ما عندوش غارديا مليح فانيك، ما عندوش غارديا مليح خليفه، غارديا مليح ما عندهمش، ما جابوش لها صورتو وين غوارديولا في الدفاع فانيك ما جابش في الدفاع، ما عندوش في الدفاع، ناقص في الدفاع، على بالك اللاعبين تاع لي ديفونسور تاع مانشستر سيتي ناقصين بزاف في لا ديفونس ناقصين، قدم ان شاء الله مع ماني مع على بالك ياكلوهم، والله لا كلاوهم صعيبه شويه، خاطر غوارديولا اللعب تاعو دائما وين متمركز الخطه تاعو تمركز في خط وسط الميدان، والهجمه اللي يبنيها من خط وسط الميدان دائما وين يهمل الدفاع، شناه وين هامل الدفاع، وين شناه كيفاش يلعب، شتوه كيفاش يلعب بالك يدير تغيير تاع الخطه تاعو، هذيك حاجه واحده اخرى، وين غوارديولا دائما وين يهمل الدفاع، وين ذاك البرازيلي هذاك اللي كان يلعب ميليو تيرا ردها يلعب في لا ديفونس، يعني نقولوا بلي اليوم رياض نعاود نقولوا رياض محرز مطالب باظهار امكانياته 100%، ونعرفوا رياض محرز كان مع لايستر سيتي كان معبس على الناس، كان عابس عليهم مع لايستر سيتي، كان عابس على الغاشي، على ذيك نقولوا بلي رياض محرز ما عنده تا اشكال، رياض محرز يلعبوا معاه هو يربحهم نهار الحد، هو يربحهم غدوه ان شاء الله، رياض محرز هو يربحهم غدوه، شوف غدوه ان شاء الله رياض محرز يبين بلي هو باباها في مونسي بلا بيكم، انا نربح، انا اليوم مهمه عندي، انا نربح خاطر رياض محرز مع لايستر سيتي هذه ليفربول كماها رايح جاي قاع كان فايت فيهم. انا تبالي بلي رياض محرز غدوه ان شاء الله غادي على بالكش غادي يقول لهم بلي انا بابا هادو لا شويته، انا هو الرسمي، انا هادو ما يبوش يلعبوا معايا، هادو كي يلعبوا معايا انا ماتش كرهنا رابحينهم كاع،
غدوة إن شاء الله رياض محرز غادي يدقدق كلش. أنا نقول لكم يدقدق كلش، هذه اللي غادي نقولها لكم التالي كاع، هذه هي.